شيخ، إما داخل الشيطان لقلبي وإزاي قلبي يستجيب للشيطان؟ الشيطان ليه نوع من السيطرة على الإنسان، وقصاد الشيطان فيه ملك ليه نفس السيطرة على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن للشيطان لمة، يعني قدرة فيها وسوسة وفيها خاطر بيديه للإنسان، وللملك لمة فيها خاطر للإنسان. لمة الشيطان بيقول للإنسان فيها كذب بالحق، وبيقول له فيه شر، بيوعده فيها بالشر، بيوعده بالمعصية، بيوعده بالذنب. الملك على عكسه الناحية التانية، بيوعده بالخير وبيقول له لو أنت ثبت على الطاعة ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك أبواب جنته ويفتح لك أبواب رحمته وياخد بإيدك إليه، فصدق بما جاء به أنبياء الله وبما جاء به رسل الله. هنا فمن وجد في نفسه تصديق بالحق والإعاد بالخير فذلك من الله فليحمد الله عليه، ولكن من وجد الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إزاي بقى وسوسة الشيطان بتتمكن والشيطان بيدخل للإنسان؟ الشيطان ليه أربع مداخل للإنسان. هو قال لربنا فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كل الناس هيغويهم إزاي؟ قال له ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كلهم يكفروا ويجحدوا نعمة الله عليهم فلا يعترفوا بالله. هنا الشيطان بيجي من الأربع مداخل دول، يجي من قدام ويزين للإنسان حاجة يمنيه باللي جاي ويخوفه من اللي هيفوت وراه، ويجي عن يمين ويزين له حاجات وعن شمال ويزين له حاجات. فواحد بيلخص لنا الحكاية دي كلها وإزاي هو بيقدر ينتصر على الموضوع ده وإزاي ما بيمكنش الشيطان منه، اسمه شقيق البلخي. ده كان أحد العارفين الصالحين اللي كان دايما بيبص على قلبه وبيراعي قلبه وبيشوف إيه اللي ممكن يبعده عن فطرته السليمة وإيه اللي ممكن ياخده في طريق الشر، فكان دايما يلاحظه. فيقول لك إذا أصبحت جاءني الشيطان من أربعة أبواب. طبعا هو عالم، فالشيطان بيجيله بالعلم اللي عنده، فيأتيه من أمامه ليلبس عليه، يعني يجيب له الباطل في صورة الحق، فيأتيه من بين يديه ويقول له إن الله غفور رحيم. ربنا بيسألك أنت ما بتعقلش؟ فين فطرتك وفين عقلك وفين نور البصيرة اللي جواك؟ ما أنت شايفه أضل ناس كتير، وربنا عمال يضرب لنا أمثلة في القرآن لقوم أغواهم الشيطان وضلهم عن الطريق، ولكن ما زلنا إحنا برضو بنسلم للشيطان وبيجري الشيطان معانا وإحنا بنجري معاه ومستسلمين خالص وما بنحصنش نفسنا منه، فيتمكن من قلوبنا. فالقلب الأول هو قلب عرش للرحمن، فيه الرحمة والحب والنور والحياة والفرح والسرور لأنه يتجلى الرحمن عليه. والقلب الآخر هو قلب عرش للشيطان، اللي هو بقى تمكن منه الشيطان لما جاله بالوساوس دي، فضل يتمكن منه، والقلب ده ما رفضش منها أي حاجة، يقول له كذا يمشي معاه كذا يمشي معاه، إلى أن أصبح الشيطان مستويا على عرش قلب هذا الإنسان. والقلب الثالث هو قلب مريض، على حسب ما فيه يغلب عليه، فإن كان أقرب إلى نور الله وإلى حب الله فهو إلى السلامة أقرب، وإن كان أقرب إلى الشهوات وحظوظ النفس فهو إلى طريق الشيطان أسلم. شيخنا